قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أنا اسمي حمزة محمد الحبشي مولود في ماريلاند أمريكا والحمد لله بدأت المشوار بتاع الحفظ وأنا عندي تقريبا 3 أو 4 سنين. بدأنا في البيت وبدأنا في القاعدة النورانية كتاب التجويد وإزاي تبدأ تقرأ فالحمد لله بدأنا وبعدين بدأنا نقرأ شوية فرحنا على الشيخ محمد الراعي قرأنا عليه تعلمنا شوية تجويد شوية يعني تعليمات كده وبعدين على حوالي وانا عندي تقريبا 8 سنين كان عندي الحمد لله حفظت 5 أجزاء فروحنا على مدرسة الحفظ والحمد لله ختمت في 2 سنين على الشيخ محمد نهواندي خلصت ختمت المصحف الحمد لله وانا عندي 10 سنين. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد ومقيم في أمريكا بحوالي ما يقرب من 30 سنة دلوقتي وأول بنت رزقنا بها كانت مريم وفي هذا الوقت كان الدعاء الوحيد اللي كنت أعرفه في القرآن من القرآن بخصوص الولادة وهكذا كان دعاء أم مريم
اللي كانت بتقول في ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فكان هذا هو الدعاء اللي كنت بذكره. ثم رزقنا بفضل الله ببنت فسميناها مريم. فبحثت في القرآن على الدعاء اللي رزق فيه صاحبه بولد، فكنا بندعو بدعاء زكريا عليه السلام: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فرزقنا بفضل الله بحمزة، وكنا بنحرص على ان احنا نبدأ نعلمه اللغة العربية ثم كتاب الله. بدأنا بسورة العاديات، كان عنده تقريبا 3 سنوات، ثم بفضل الله تعلم اللغة العربية كيف يقرأ، ثم بدأنا في الحفظ. وما شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى عز وجل أراد إن هو يتم حفظ كتاب الله وهو تقريبا عنده 10 سنوات أو 11 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. بدأنا بالشيخ محمد الراعي، كان يعلمه في اللغة العربية بكتاب القاعدة النورانية، هو يعني من أسرة منشئ هذا الكتاب. ثم ذهب إلى مدرسة للحفظ، ثم كان هناك مع الشيخ فاضل اسمه الشيخ محمد نهواندي جزاه الله خير. هو يعني كان مع حمزة فترة طويلة الحقيقة. ثم الشيخ حسن أبو نار، هو كان ربنا جعله هو سبب في إن احنا يعني وصلنا لهذه المرحلة في الإتقان. الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل نظمت الجائزة زيارة للمتسابقين في مقرها في منطقة الممزر، حيث اطلع المتسابقون على المعارض الموجودة في المبنى، ومنها معرض السلام عليك أيها النبي. Many of us are Muslims today is because the manners of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Quran. It's recorded many times that mashallah he has the best manners that has come and that will come, and inshallah that is what inshallah we will stay on as Muslims,
and inshallah that's what's going to lead us to the final and best destination inshallah. ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. لا شك أن من بين هذه الدول الكثيرة المشاركة في الدورة 19 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ظهر هناك شباب متميزون في التلاوة وفي الصوت وأتوا من بلدانهم والهدف الرئيسي لهم الحصول على المركز الأول في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم. لاحظنا خلال الليالي والأمسيات الرمضانية التي قضيناها في فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم ظهور خامات جيدة، ظهور شباب متميزين، ظهور شباب منضبطين في الصباح يراجع التلاوة، يمسك زاوية في الفندق أو في مصلى الفندق يراجع حفظه، يمسك أحد من زملائه يطلب منه المساعدة في المراجعة، وفي المساء منضبط في جلوسه ينتظر دوره، عندما يقدم فإنه يقدم أمام اللجنة بكل شجاعة وعدم خوف وعدم رهبة، ونجده متميزا سواء في الصوت أو في التلاوة. للمتسابقين لزيارة برج خليفة، حيث استمتع المتسابقون برؤية هذا البرج الذي يعد رقما قياسيا لدولة الإمارات العربية المتحدة. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل. من شهرين كذا كان عندنا في مسابقة قرآن تعرف مين يعني اللي يكسب هناك يجي هنا لمسابقة دبي، والحمد لله يعني احنا وصلنا بالسلامة والحمد لله خلصنا القراءة هنا وسلم على جدتي وأمي وجزاهم الله خيرا، يعني أبويا وأمي وأختي وأخويا، وإن شاء الله يعني أدعو أن ربنا يسكن أسرتي في الدوس الأعلى بغير حساب ولا سبق عذاب إن شاء الله، وأدعو الله أن يغفر لجدي ويسكننا في الدوس الأعلى بغير حساب. وإن شاء الله يعني أنا مبسوط أن أنا الحمد لله جاي كمان سنة أو سنتين كده مع أخوي الأصغر إن شاء الله. عنده مريم أكبر منه سنتين تقريبا، وهي بفضل الله أتمت الحفظ تقريبا في نفس العام،
والمنذر بقى أصغر منهم هو في الطريق، يعني تقريبا أتم الجزء الرابع الآن. ندعو الله أن هم ربنا يحفظهم ويكونوا من العاملين بكتاب الله، وربنا يتقبل منهم ويجعل هذا العمل خالص له سبحانه وتعالى وعز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يعني نرجع هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ندعو أن نكون يعني ندعو الله أن نكون يعني تقبلنا من المخلصين، وإن دعوة يعني جدته ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل يعني تقبلها، وربنا يجعل يعني هذه التلاوات في ميزان حسنات جده اللي هو والدي الله يرحمه، فهو يعني ربنا جعله سبب إنه زرع فينا يعني احترام وحب الدين والثقة في الله سبحانه وتعالى وعز وجل. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. غدا إن شاء الله ختام هذه المسابقة الجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في عام 2015، ومن شويه كده عملنا بروفا والحمد لله ان شاء الله. يعني انا يعني اريد او يعني ادعو الله ان يوفقني ان شاء الله المركز متقدم، وعندي الحمد لله يعني مفاجاه احسن من المراكز المتقدمه، وهو اخي المنذر الاصغر الذي قدم من الولايات المتحده اليوم وسوف يكون معي ان شاء الله في الحفل الختامية إن شاء الله. أنا اسمي المنذر الحبشي، أنا عندي 8 سنين وأنا من
أمريكا، وأخويا حمزة الحبشي، وأنا جيت هنا عشان أشوف إن شاء الله وأكون معاه، وإن شاء الله هيجيب المركز الأول إن شاء الله. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. وحصل على المركز الثاني المتسابق حمزة الحباشي من الولايات المتحدة الأمريكية. ترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. أنا الحمد لله أدي الفوز ده يعني لأولا جدي ثم أبي وجدتي وأمي طبعا وأهلي وأخي وأختي ويعني كل الشيوخ اللي ساعدوني، خاصة الشيخ محمد يونس الراعي، الشيخ محمد الهاوندي، والشيخ حسن أبو نار، جزاهم الله خيرا، وأدعو الله أن يسكنهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابق تعذيب. طبعا مشاعر يصعب أن توصف، وهذه يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وأدعو الله أن يكون هذا في ميزان الحسنات، ميزان حسنات حمزة ووالدته وجدته وكل المشايخ اللي اشتغلوا معاه، وهذه يعني ندعو الله أن يتقبل الجهد وما بذل في الطاعة. وأشكر كل من ساهم في هذه المسابقة، وأدعو الله أن يعمل كل أب وكل أم وكل أخ إلى أن يصل بنفسه وبذريته إلى أن يعملوا ويجتهدوا ويحملوا كتاب الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ففيه خيري الدنيا والآخرة. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك يا حامل القرآن يا حامل